كتابة الهدف العام للمشروع شيء مهم جدا في صياغته بشكل فعال. كما تلاحظوا الزملاء الآن في ورشة عمل فعالة لكتابة وصياغة الهدف العام للمشروع. ركز في هذه الدورة على أن يدرس جميع الأهداف وكتابتها بأنفسهم ويمارسون بعملية التعلم. كما تلاحظون المجموعات كلها في حالة نقاش وحوار وتعلم فعال. المجموعات كلها ما شاء الله متفاعلة، ورش عمل فعالة، ورش عمل